مراحل النمو النفسي الاجتماعي عند المتمدرسين، وهذه المراحل من زاوية علم النفس الاجتماعي، بما هو علم نفس من جهة واجتماعي من جهة ثانية، يحاول أن يدرس العلاقات الفعلية والانفعالية والتفاعلية بين ما هو نفسي وما هو اجتماعي، وهذا التفاعل هو الذي سيجعل لا محالة من كون أن الكائن الحي، الكائن البشري، هو كائن بقدر ما لديه بنية نفسية، فهذه البنية هي متجذرة داخل وسط اجتماعي ومشكلة ومهيكلة من طرف تلك العلاقات السائدة ما بين باقي الذوات وما باقي أشكال التنشئة وأنماط المجتمعات. لذلك فعند إريكسون نجد على أنه حدد مجموعة من المراحل يقطعها الإنسان أو يقطعها الكائن عموما وخاصة الكائن البشري، وأولى هذه المراحل تبدأ من صفر ولادة إلى السنة الثانية، مرحلة الثقة وعدم الثقة، يعني مرحلة الثقة مقابل عدم الثقة. من حيث ماذا؟ من حيث أن علماء النفس الاجتماعي يرون على أن الوليد، يعني ده الطفل، ينبغي في هذه المرحلة أن يتعلم ويتدرب على الثقة في العالم، والثقة في الموضوعات، والثقة في الأشياء التي تحيط به، ومصدر هذه الثقة هما الوالدين، هما الأسرة، هما الأبوين. من حيث ماذا؟ من حيث أن الذي ينمي هذه الثقة هو الاستقرار الذي يحس به ذلك الطفل المستمد من طرف أمه أو من طرف أبيه، وبالتالي يتم ذلك عن طريق إشباع حاجاته ورغباته، وخاصة تلك الحاجات الأساسية، الشعور بالاطمئنان والشعور بالإشباع العاطفي والشعور حتى بإطفاء ظمأ الجوع والعطش إلى غير ذلك، يعني عن طريق الرضاعة وعن طريق الحنان والعطف الذي تقدمه له الأم. فإذا كانت الرعاية الوالدية نسبة إلى الوالدين قاصرة أو مقصرة، أو أنها لا تقدم هذا الإشباع، فإن النتائج لا محالة ستؤول إلى السلب وستؤول إلى الغير المنتظر. من حيث ماذا؟ من حيث أن هذا الطفل سيتعامل مع العالم بنوع من الخوف ونوع من الشك، وأيضا سينمى لديه شعور الغير الآمن، وأنه لا يمكن الثقة إطلاقا في هذا العالم المحيط به. إذا لاحظوا أن الرغبة في إكساب الطفل الثقة في العالم والثقة في محيطه مصدرها يعزى بالأساس إلى تحقيق الوالدين، خاصة الأم كمصدر أول، هذا الإشباع وهذا الاحتياج للابن. والمرحلة الثانية هي مرحلة الاستقلال مقابل الشك، وهي بالنهاية في السن الثالثة. من حيث أن هؤلاء الأطفال من المفترض أن يحققوا نوعا من الاستقلال، وخاصة إذا رغبنا أن نحقق ذلك، أن تتاح لهم إمكانية المساعدة على ذلك عن طريق الحب وتشجيعهم
وتقديرهم، وأيضا أن الأبوين معنيين في هذه المرحلة أن ينمو لديهم الإحساس بالاستقلال الذاتي، وهذا يبدأ لحظة الحبو وتعلم الخطوات الأولى لتعلم المشي. فكلما سقط الطفل ينبغي أن يترك وأن نساعده إلى حد ما على أن يحاول المشي لوحده. فتلك العملية حتى وإن بدت عملية يعني عادية، ولكن بالنسبة للطفل تعزز لديه ميكانيزم الاستقلالية، وخاصة الاستقلالية الذاتية. صحيح سيحاول من حين لآخر أن يتمسك بمائدة، أن يتمسك بسرير، وأن يسقط، وأن يتمسك بأهداب أمه، وأن كذا إلى غير ذلك، ولكن مع ذلك أن تتاح له هذه الإمكانية لتعزيز سلوكه، وأن تتاح له إمكانية السقوط والنهوض طبعا التمكن من المشي ومن الوقوف، وسيتعزز لا محالة لديه الاستقلال الذاتي فيما سيأتي. وطبعا إذا قام المربون أو من يسهرون على هذا الطفل وتربيته بدءا من الآباء إلى الشغالة إلى دور الحضانة أو شيء من هذا، من قام هؤلاء بالنيابة عن الطفل لهذه الأشغال، فإنه بالنهاية سيتشكل لديه الشك وعدم القدرة على الثقة في ذاته، وعدم القدرة على تقوية ميكانيزم الاستقلال الذاتي، خاصة إذا كان التعامل معه تعاملا سلبيا وعدم إتاحة إمكاناته لكي يقف لوحده ولكي يتمكن من القيام بأعمال عن طريق المحاولة والخطأ لوحده. وأيضا أن المربون أن المربين عفوا معنيون بأن يبعدون الطفل عن كل ما من شأنه أن يشكك في ذاته وأن يشكك في قدراته. لماذا؟ لأن الميكانيزم الأساس الذي ينبغي أن نحرص عليه هو تقوية إيوالية وميكانيزم الاستقلال الذاتي، أن يسقط وينهض ونمدحه ونشد على أيديه ونضعه يقف لوحده وأن نصفق لفعله، وكل هذا من شأنه أن يقوي لديه الاستقلال الذاتي والثقة في النفس. وإذا ما كان العكس، يعني أننا غضبنا لسقوطه أو أننا وبخناه أو أننا لم نبالي بما قام، فهو بالنهاية سيعمد إلى تشكيك في ذاته وتشكيك في قدراته ويتراخى ويتوارى إلى الوراء، وبالتالي يشك في العالم ويشك في ذاته. المرحلة الثالثة هي مرحلة المبادرة مقابل الخجل، وخاصة ما بين 4 سنوات إلى 5 سنوات. ففي هذه المرحلة بالنسبة للطفل يكتشف ويجرب، وطبعا له ميكانيزم لارتياد والمبادرة حتى وإن كان الأمر يتعلق بخطر، ومع ذلك ينبغي أن يتم التعامل بنوع من الإيجابية. يعني ممكن أن يتقرب إلى أدوات حادة، ممكن أن يضع كل ما يلتقطه من فضلات
بفمه ممكن أن اقترب من النار، ممكن إلى غير ذلك. ولكن مع ذلك صحيح ينبغي أن نأخذ الحذر والاحتياط، ولكن أن ندعه يقف ويكتشف العالم بأيديه وبحواسه، خاصة إذا علمنا على أن هذه الأدوات أو الموضوعات لا تشكل خطرا كبيرا عليه. وبالتالي هنا سننمي لديه ملكة المبادرة وملكة الاكتشاف وملكة طبعا القيادة. أما إذا تراخينا في التعامل مع هذه المسألة ووبخناه وعنفناه، فإنه سيشعر بالإثم، وبالتالي لا داعي إطلاقا لكي يبادر، ولا داعي إطلاقا لكي يرتاد، ولا داعي إطلاقا لكي يكون رائدا. وهذا يسبب لديه نوعا من التراخي في نمو المبادرة وفي نمو القيادة وفي نمو الاستقلال. والمرحلة الأخرى عند إريكسون من داخل علم النفس الاجتماعي، الاجتهاد مقابل النقص، وخاصة في سن 16 إلى 12. لماذا؟ لأن المستجد عند الطفل آنئذ هو التحاقه بالمدرسة، وهذا الالتحاق سيواكب لا محالة حب الاستطلاع والآداء والاحتكاك بالأقران والتعلم، وأيضا أنه يتدرب على التقدير، تقدير لذاته عبر اجتهاده ونجاحه في الأداء، وأنه ينفصل كل الانفصال عن البيت وعن أمه وعن عائلته وأسرته ليلتحق بعالم آخر منظم أكثر تنظيما من تنشئته الأسرية. وفي هذا الخطر، في هذه المرحلة، أن نخبر الطفل بمشاعر النقص والدنيا عن طريق إحباطه ومعاملة جهوده باعتبارها غير مقبولة إطلاقا أو فاشلة. إذن يحتاج إلى نوع من التعزيز، يحتاج إلى نوع من التقدير، يحتاج إلى نوع من الاحتضان، لتقوية ماذا؟ لتقوية قدرة أدائه، خاصة في احتكاكه بالعالم المدرسي. والمرحلة الأخرى من داخل زاوية علم النفس الاجتماعي عند إريكسون هي الهوية مقابل التميع، الهوية في سن 12 سنة إلى 18 سنة. إذ أن هذه المرحلة الهدف منها هو تنمية الهوية والاستقلال الكلي عن الوالدين، ويتوازى مع ذلك النضج الجسمي الجسدي عند الطفل. ولكن الخطر الذي يتعرض له الطفل آنئذ في هذه المرحلة هو الخلط في الدور، وكذلك التشكيك في الهوية الجنسية والمهنية. يعني هنا العناية الكاملة بالجسد، وأيضا حتى المغالاة، الاهتمام بالجسد أو شيء من هذا، وقد ينقلب عن هذا تمييع هويته الجنسية إذا لم يجد نوعا من المرافقة ونوعا من المصاحبة ونوع من الإرشاد إلى غير ذلك. والمرحلة الأخرى هي مرحلة الألفة مقابل العزلة بين 18 سنة إلى 35 سنة. من حيث ماذا؟ من حيث أن الفرد آنئذ من المفترض أن يكون مشبعا ومرضيا
بالتعاملات السيكولوجية النفسية الأسرية والمدرسية التي قدمت له، لأن في هذه المرحلة سيدخل إلى علاقات حميمية مع الجنس الآخر بشكل مسؤول، يعني أنه سيفكر في الزواج، يعني في النهاية ولكن في البداية أنه سيفكر في علاقات حميمية وسيفهم المطلوب يعني وفق أعراف اجتماعية وأعراف قانونية وأخلاقية إلى غير ذلك. وأن طبعا إذا غاب الإرشاد والمرافقة والتدريب والمصاحبة وحتى الثقافة الجنسية والتربية الجنسية داخل المدرسة أو شيء من هذا، فكل هذا من شأنه أن يجعله ضحية كمين العزلة والاعتزال. والمرحلة التي تلي هذه المرحلة هي مرحلة الإنتاج مقابل الركود، خاصة من 35 سنة إلى 60، باعتبارها في هذه المرحلة أن اهتمام الفرد بإرشاد وتوجيه الجيل القادم وترسيخ أقدامه والذين يعجزون عن الاندماج في عملية التوجيه من شأنهم أن يصبحوا ضحايا التقوقع داخل الذات والركود. ولكن أولئك الذين أتيحت لهم إمكانية التشبع بتنشئة اجتماعية وتنشئة نفسية أسرية ومجتمعية ومدرسية، سيقدمون لا محالة على الحياة بنوع من الفرح ونوع من التفاؤل ونوع من العطاء، ويكونون أيضا أسر وينتجون قيم فاضلة وقيم راقية وقيم منتظرة. والمرحلة الأخيرة هي مرحلة التكامل مقابل اليأس، 60 سنة إلى الموت، خاصة أن التكامل هو تقبل الفرد لدورة حياته باعتبارها هي الدورة المناسبة له، وأن اليأس هو تعبير عن أن الزمن الآن قصير لا يسمح بالبدء في حياة جديدة وتجريب طرق بديلة لتحقيق التكامل. لماذا؟ لأن هذه المرحلة الجسد يكاد يخور، وحتى القدرات العقلية إلى حد ما تتراخى، وحتى لفظ المؤسسات يكون جراء التقاعد إلى غير ذلك. وكل هذه الأشياء ينبغي أن يؤهل لها الإنسان بما أنتجه وما راكمه وما حققه وما كان راضيا عليه داخل فترات عمره والمراحل السابقة، ليتفهم الوضع الذي يؤول إليه. لأنه ما نشاهده في الأغلب العام دخول في لحظات يأس، وهذه اللحظات